سلامات، معكم المهندس أنس شيحاوي من فريق الموسوعة الهندسية. رجعنا لكم فيديو جديد عن طابعة ثلاثية الأبعاد. اليوم رح نحكي عن طابعة كتير مميزة واللي هي أنيكوبيك فوتون مونو. طابعة بتميز بكتير شغلات، خلينا نشوفها خلال الفيديو. لا تنسوا تدعمونا لنستمر بنشر المزيد. Let's go. أنيكوبيك يلي تتميز بسعر المناسب وسرعتها الجيدة وأكيد حجم طباعتها يلي بيكون بحجم كرة القدم الأمريكية الصغيرة. هالشي رح يمنحك حجم طباعة كبير ومساحة كافية لعمل أي أشكال مكعبة رح تكون بخاطرك. لنتحدث عن أخبار أنيكوبيك. أنيكوبيك فوتون مونو، إن هذه الطابعة تأتي للتنافس بقوة مع بقية طابعات الراتنج منخفضة التكلفة في السوق. الطابعة تأتي معبأة تماما ومحمية كما نرى، حتى إنها سهلة التركيب. الطابعة تأتي مع صندوق يحوي كل شيء من الملحقات والأدوات التي نحتاجها، منها مرشات لتجفيف الرتنج، قناع، سلك طاقة، وملعقة، بعض القفازات، ملعقة بلاستيكية أخرى، USB، ودليل التعليمات وقطاعة. عندما نشغل الطابعة نجد قائمة سهلة وبسيطة، ويمكننا تحريك المحور من القائمة الرئيسية المعايرة، ويمكننا أيضا اختبار شاشة LCD والبدء في التشغيل. قاعدة الطابعة مغطاة بالرمل وليس الدهان، مما يحسن التصاق القطعة. نرى أيضا هذا النظام المكون من 4 براغي في رأيي أكثر فعالية من الكرة التي كانت في الفوتون الأول. معايرة أنيكوبيك ستكون معايرتها سهلة، إذ نقوم بفك البراغي حتى تكون القاعدة حرة، ويوجد أيضا مكان للورقة وتغطي الشاشة قليلا. نضغط على هوم وننتظر الطابعة حتى تكون في الموقف. إذا لزم الأمر يمكننا أن نضغط لأعلى ولأسفل قليلا من القائمة، نشد البراغي ونحافظ عليها من القائمة position. بهذه الطريقة البسيطة أصبحت الطابعة معايرة بالفعل. تقنية العرض تتحسن بالفعل عن أسلافها. إنها شاشة LCD أحادية اللون، مما يسمح لضوء الأشعة فوق البنفسجية القادم من أسفل دلو الرتنج من 3 أو 4 مرات أكثر كثافة، ما يترجم إلى أن وقت التعرض أصغر بكثير لكل طبقة ولكن للمطبوعات أكثر بكثير. هذا يجعلها طابعة رتنج أسرع ب3 مرات من فوتون إس. خلف هذا يوجد جهاز الاستشعار، استشعار للأمان لإيقاف الطابعة مؤقتا في حال إزالة الملف أو القبة. في بعض الأحيان نريد إضافة الرتنج إلى الخزان، سوف نضطر لفتحه، لكننا لا نريد، يؤدي هذا لإيقاف الطباعة مؤقتا. حسنا، لنذهب ونجرب هذه الطابعة. سنستخدم هذا الرتنج الرمادي، وأنا أحب هذا اللون حقيقة. نضعها في الخزان ونغطيها بالقبة. ابدأ بطباعة نموذج أنيكوبيك، وهذا يكون مع USB الخاص بالطابعة. نرى سرعة بالطباعة، أما عن نوعية القطعة فماذا سنقول؟ إنها الجودة التي اعتدنا عليها، طبقات غير مرئية وانتهاء سوبر مصقول. كثافة البكسل في الشاشة أكثر من كافي، وجودة الطباعة رائعة. نكسب هنا بعض سنتيمترات في منطقة الطباعة. والسؤال الأهم، ماذا عن تنظيف القطع؟ لتنظيف القطع استخدم علبتين مع الفرق بالكحول لتنظيف الفائض من الرتنج، في الأولى للغسيل والثانية للانتهاء من التنظيف، ونوصي باستخدام البخاخ لجعله أكثر نظافة قدر الإمكان. حاول أن تكون أنيقا ومنظما ودقيق. أما بالنسبة للمعالجة فهناك عدة خيارات مع أنيكوبيك. لدينا محطة للتنظيف وأخرى للمعالجة. عمل عظيم، يمكننا استخدام أي نوع من الأشعة فوق البنفسجية، أو ببساطة يمكنك استخدام أشعة الشمس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ودعم القناة لنستمر بنشر المزيد.